أريج بودكاست. في جميع بلاد العالم يستمتع الناس بركوب الدراجات الهوائية، فهي وسيلة نقل بسيطة معقولة السعر، تساهم في خفض الزحام وتمنع تلوث البيئة وتحد من أمراض القلب وتقرب المسافات، فتجعلها في متناول السكان الأكثر ضعفا، حتى أصبح يطلق عليها نظام النقل المستدام الذي يعزز النمو الاقتصادي ويحد من أوجه عدم المساواة. فهي متاحة للغني وفي متناول يد الفقير، إلا في الأردن، فاستخدام الدراجة الهوائية يضع حياة المستخدم في أعلى درجات الخطورة بسبب تجاهل الدولة لاحتياجات راكبي الدراجات الهوائية بتوفير مسارات مخصصة لهم وحماية مرورية من مخاطر الاصطدام بالسيارات، مما يؤدي إلى وقوع الكثير من الحوادث، حتى أصيب البعض بمرض يطلق عليه رهاب ركوب الدراجات الهوائية. أخاف كثير إنه ممكن حد يسبب لي عاهة صراحة، يعني أنا صرت أطلع كل يوم أحط في بالي إنه أنا ممكن إني ما أرجع. الشوارع إنه هي ما في تريل خاص للبايكات، فإذا أنت بتسوقي مع السيارات أكيد ما رح تكوني بأمان. وين القوانين اللي بيقدر واحد يركب الدراجة يقدر يحصل حقه؟ فما هي مشاكل راكبي الدراجات الهوائية في الأردن؟ وهل الشوارع مجهزة وآمنة لاستخدام الدراجات الهوائية؟ وهل هناك خطة للدولة لتوفير مسارات خاصة بهم؟ 100 وات من أريج بودكاست. إعداد مرح يوسف. عندما نسمع عن حادثة سير تعرض لها مدرب المنتخب الوطني السابق للدراجات الهوائية برغم خبرته وإلمامه التام بأصول قيادة الدراجات الهوائية واستخدامه لكافة وسائل الحماية اللازمة، علينا التوقف وسماع القصة لنستبين أسباب الحادث ونعرف موضع الخلل. فذهبنا إلى الكابتن نادر زجيبة، مدرب منتخب الدراجات السابق. أنا شغفي وأنا صغير بحب الدراجات. بدايتي بالدراجات كانت بسنة 1981. الحمد لله عندي الخبرة الواسعة، دربت أجيال ودربت مجموعات ودربت أندية ودربت شباب، وكيف يتعاملوا بالسيفتي والسلامة على الطريق. هلأ في كثير اللي بيركب الدراجات بتعرضوا للخطورة، وأنا بصفتي يعني بمارس هاي الرياضة كثير، فبطلع تمارين كثير. يوم الأيام أطالع تمرين على طريق المطار وماخذ احتياطاتي، فقضاء وقدر صار حادث بالسيارة معي وتضررت كثير بالحادث جسمياً. كانت الضربة كلها جاية على الوجه، وكانت في كسور معظم وجهه، ويعني صار زي إعاقة دائمة، اللي في عنده ضرب عصب وفك مش مكانه، ووجهي كله صفايح. هاي بعد الحادث بكذا يوم بسأل شو صار وما صار، وين اللي ضربني بالسيارة. فإخواني والحوالي حكولي بصراحة كانت المفاجأة إنه ما إجوا عملوا كروكة للحادث. السايق المفاجأة وأنا داخل العملية طلعوا من السجن للأسف. ما في قانون عشان يكون القوانين عندنا معروفة عن راكب الدراجة وعامل معاملة المشاه. وين القوانين اللي بقدر واحد اللي بركب الدراجة يقدر يحصل حقه؟ تلجأي للمحاكم. أكون واضح معك، يعني أنا شايف حتى ما عندهم الخبرة الخلفية، القاضي أو صاحب القرار إنه كيف إنه هذا الراكب الدراجة صار معه حادث، كيف شو صار معه وشو هذا. لحد الآن القضية من 2018 لحد الآن مش خالصة، في تراخي. لحد الآن القاضي مش مقتنع إنه والله يلحق على السائق. أكثر من عامين ولم يبث في الحادثة التي تعرض لها مدرب المنتخب الوطني السابق للدراجات الهوائية نادر زجيبة. فماذا عن منار أبو نوار
إحدى المتدربات التي لم تسلم من حادثة أثناء التدريب. كان عندي يوم تدريب مسائي، فدربنا وقتها وخلصنا التدريب، وفي وقت اللي صار كل واحد يروح أنا صفيت آخر واحدة، بدي أخلص آخر كيلو وأرجع لسيارتي. فأنا راجعة مش منتبهة للمنهل، ولأنه بايكي هو رود بايك فالعجل بيكون رفيع، فعلق البايك من قدام، فاللي ورا طلع لفوق، فزي كأنه انقلب البايك وأنا طرت من البايك وإجيت على راسي. هلأ الهلمت ساعدتني أنه الحمد لله يعني راسي ما صار فيه أي ضربات أو أسنان انكسروا، لكن إجت الضربة على إيدي وإجري اليمين، طبعاً تمزعوا أوعي، انجرحت جرح كتير قوي، لأنه كمان الشارع أسفلت يعني من الإشي اللي يعني مش منيح لبشرة الجسم. إذا بدي أرجع أشتري بايك وأرجع أطلع، أكيد عندي لسه الشوارع إنه هي ما في تريل خاص للبايكات، فإذا أنت بتسوقي مع السيارات بجنب السيارات وأنت عارفة إنه ممكن أي حدا يقرب عليك أو يضايقك، أكيد ما رح تكوني بأمان. حتى نفس الشوارع طريقتها من خلال تصاميم تبعها، التسفيت تبعها، المطبات الواتفر، فما عندنا هاي القصص بالأردن موجودة إنك تقدر تمارس هاي الرياضة بطريقة آمنة. خرجت منار من تجربتها بجروح وكسور استطاعت علاجها، لكنها لم تستطع علاج الرهاب الذي أصابها بعد الحادثة، فهي لا تأمن على نفسها من ركوب الدراجة الهوائية في شوارع عمان التي لا يوجد بها مسارات خاصة بالدراجات توفر لهم الأمن، فالبنية التحتية ضعيفة وغير مجهزة لممارسة تلك الرياضة. تقابلنا مع السيد حازم زريقات استشاري النقل ومؤسس حملة مع النصل، وعرضنا عليه المشكلة التي تواجه الدراجين. أنا برأيي المشكلة الأساسية هي نفس المشكلة اللي بنواجهها مع المشاة ومع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومع إنه إحنا المدينة لحد هلأ مصممة للسيارات. يعني إحنا بأي مدينة عندنا إشي اسمه مستخدم الطريق، مستخدم الطريق ممكن يكون سائق سيارة، ممكن يكون راكب في سيارة، ممكن يكون راكب في النقل العام، ممكن يكون مشاة، ممكن يكون مستخدم دراجة. وإحنا لما نصمم الطريق نصمم عناصر الطريق المختلفة من يعني من حرم الطريق، يعني داخل حرم الطريق كله من الرصيف للرصيف، لازم نأخذ بعين الاعتبار احتياجات كل مستخدمين الطريق حتى لو كانوا أقلية، لأنه بالآخر التنقل والحركة هي حق أساسي. اللي بحسه لحد هلأ أنه ما في تفكير جدي بمستخدم الدراجة الهوائية في عمان، ويمكن يعني في نظرة تجاه هذا الموضوع كأنه إشي لسه بعيد عنه، يعني كأنه يعني خلينا إحنا نشتغل أول على النقل العام وعلى الأرصفة، وهذا يعني ينظر له كأنه إشي مش ما في عدد كبير من الناس مستعملوه، مش هالحاجة اللي لازم نوفر لها أو وسط نقل اللي لازم نوفر لها مساحة. يعني الموضوع مش تقني أو هندسي، الموضوع إرادة وقرار، يعني الموضوع مؤسسي أكثر. المشكلة كما يراها السيد حازم زريقات تكمن في أن الطرق مخصصة للسيارات فقط ولا تراعي باقي المستخدمين. فذهبنا للمسؤول الإعلامي لأمانة عمان السيد ناصر الرحامي لمعرفة خطة الأمانة لتطوير البنية التحتية للطرق في عمان حتى تستوعب كافة المستخدمين بمن فيهم راكبو الدراجات الهوائية. أمانة عمان منذ 4 سنوات بدأ الاهتمام بموضوع النقل العام، من خلال موضوع النقل العام بدأ الاهتمام بتطوير البنية التحتية حتى تتوائم مع التطور الحاصل في مدينة عمان. مدينة عمان تمتد على 800 كيلومتر مربع بسكان عدد يعني 4,200,000 أو 4,500,000، فالرقم عدد السكان الأهل كبير، لذلك كان لابد لأمانة عمان من أنه تأخذ هذا الجانب من الناحية الإيجابية بالتطور والتحديث، ومنها المسرب المخصص للدراجات الهوائية. لكن على المدى المنظور والبعيد بخطة أمانة عمان الاستراتيجية أنه يكون عندنا مسارب خاصة في طرقنا مهيئة بشكل كامل للدراجات الهوائية ولمختلف الأشياء الأخرى زي اللي إحنا بنشوفها لما بنسافر في أماكن أخرى. إحنا عندنا 143 حديقة
داخل الأحياء، فهذولا بشكله مصدر كبير جدا للترفيه، خاصة لأخواننا من أصحاب هواية ركوب الدراجات الهوائية. فهذا الموضوع ميسر لهم في هاي الحدائق بال143 حديقة، زائد الحدائق الحسين اللي في خلدة أو دابوق، وزي حدائق الملك عبد الله الثاني اللي في المقابلين. لكن إذا في بعض الملاحظات إحنا على استعداد لمعالجتها، ما عندنا أي مشكلة. أمانة عمان مرنة بكل مواضيعها وفرقها موجودة ومشاغلها موجودة، إحنا بنعمل على مدار 24 ساعة لخدمة أهالي عمان وخدمة الزائرين. بحسب السيد ناصر الرحامني، تعمل أمانة عمان وفق خطة لتطوير الطرق تراعي وجود مسارب خاصة بالدراجات الهوائية. ولكن هل يتوقف هواة رياضة الدراجات عن التدريب حفاظاً على أرواحهم حتى تتوفر تلك المسارب عندنا؟ وجهنا التساؤل للكابتن نادر زجيبة. من ناحيتي فعلاً أنا من أول ما صحيت حالي بعد العملية أخذت وعد على نفسي إن بأقرب فرصة أنا لازم أرجع الدراجة، شو ما يكون. كان يجي شباب والبركاب بيحكوا لي احنا كانت خاص بعد هاي احنا مش رح نركب الدراجة. انا ما كنتش احكي، كان ثمي مسك مخيط وكل شيء، كنت كاتب على ورقة كتبتها بس اقلب هاي تفاجأ، وكنت كاتب عليها بس استنوني 3 أسابيع رح ارجع. صدقا بعد 3 أسابيع وجهي مورم، مخيط الفك تاعي، وضعي سيء هيك. مشان أكسر أو شيء الخوف والرهبة اللي عندي طلعت، وكان في معارضة كثير من حولاي، كنت أحكي لهم بعد الله سبحانه وتعالى إذا بدها تعالج بتعالجني هي هاي الدراجة، هي اللي بترجع لي الإرادة، هي بترجع لي الشفاء السريع إن شاء الله بعد رب العالمين. يتوجه العالم بصورة كبيرة نحو تشجيع استخدام الدراجات الهوائية، سواء للمتعة أو كوسيلة للتنقل، لما لهذا السلوك من فوائد صحية ونفسية وجسدية. ولا يستثنى من ذلك المجتمع الأردني الذي أطلق مبادرات كثيرة تحض على استخدام الدراجات الهوائية في التنقل، مثل مسار الخير وغيرها. لكن تبقى البنية التحتية الضعيفة وعدم تخصيص مسارات خاصة للدراجات الهوائية عائقاً أمام نجاح تلك المبادرات. كان هذا 100 وط من آريج بودكاست.